السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لجميع متابعي القناة ولكل من التحق بنا مؤخرا. إذن متابعينا الكرام، كيف ما كتشوفوا أمامكم على الشاشة وفي هذا الفيديو، الفيديو يعود للهالك وللمقبور حمامالو، القيادي في مرتزقة البوليساريو والقائد ما يسمى بالناحية الثانية. زعما راه عندهم جيش، وهاد الناحية الثانية كتلقى فيها واحد 50 مرتزق. دي 50 مرتزق يلا دبروا عليهم، من شويه من تشاد، شويه من النيجر، شويه من موريتانيا، وجمعوهم وقال لك احنا عندنا ناحيه. على كل، ماشي هذا الموضوع ديالنا. الموضوع ديالنا متابعينا الكرام هو هذا الفيديو، عنده تقريبا شي 5 او 6 سنوات، ما عقلتش اكزاكتومون، ولكن في هذا الفيديو كيبان هذا الهالك، هذا المقبور حمامالو، وهو يهدد باختراق الجدار الامني المغربي. فاش شفت هاد المخطط ديالهم اللي عاملين يعني في الوقت ديال فاش كانوا دايرين ما يسمى بالمناور، فاش شفت هاد المخطط بديت كنضحك. ضحكت وبردت على قلبي على مستوى الغباء ومستوى الغباء العسكري ومستوى التفكير الغبي اللي عند هاد المرتزقه ديال بوزبال. على كل، مرت سنوات على هاد الفيديو، هاد ما يسمى بقائد الناحية الثانية هلك، وأرسلناه للجحيم، وهو لم يرى حتى شكل الجدار المغربي كيفاش داير. وهذه هي الفضيحة، لأنه علاش أنا ضحكت ذاك الوقت؟ لأن هاد المخطط راه حتى الجيوش الكبرى وصعيب تطبقه، فما بالكم بمرتزقة. ومرتزقة عباد الله فاش كانوا داروا ما يسمى بهذه المناورة، داروها بأسلحة، وعباد الله وكنا كنصطادوهم فحال الدبان في الحرب الأولى. البي ام بي والبيكوب هازين فوق منها رشاش 23 ملم، هكا غادي يخترقوا الجدار. ولكن في الواقع متابعينا الكرام، هاد حمامالو، هاد حمامالو دال بندير يا لها من اسماء. على كل، ما يعني ما شافوا حتى الجدار كيفاش داير، حتى كانوا هلكوا. وانا دائما كنت اقول، و يعني الواقع ما حدث شاهد على كلامي، دائما كنت اقول ان الجدار المغربي ليس هو جدار الثمانينات او التسعينات. الجدار المغربي تطور لعشرة أضعاف. ما غاديش نتحدث على أشنو عندنا أو لا تفاصيل، لأن هذه الأمور ما خصناش نتحدثوا عليها. ولكن العالم كامل شاهد وشاف كيفاش قافلة ديال مرتزقة البوليساريو تمت إبادتها عن بكرة أبيها في المنطقة العزيزة، قبل حتى ما يشوفوا الجدار، كيف ما قلت، قبل حتى ما يعرفوا شكل الجدار، قبل حسن يشوفوا جندي مغربي كيفاش داير. قياديين مشاو الخلاء، عناصر مشاو الخلاء، منهم ادخلنا هذا اللي كتشوفوا الان امامكم كيخطط فحال بينكي وبرين، كيخطط وعندي ندخلوا وغادي نخرجوا ونهجموا هنا ونهجموا ليه. يا ودي يا ودي يا ودي، يلا يلا دخلت المنطقة العزيلة صيفطناك لجهنم انت وجماعتك. على كل، مازال غادي تشوفوا العجب والعجاب. راه القضيه ديال الدرون الان اللي المثير للضحك، وهو ان الان يلا طلعت معاهم هذه القضيه ديال الدرون يلا عرفوا المغرب عنده الدرون، وهذا هو السبب علاش الافضل، وهو ان الجيش قوات المسلحه الملكيه تبقى في الخدمه ديالها، تعمل بصمت بعيدا عن البهرجه وبعيدا عن الاستعراض العضلات وبعيدا عن كل هذه الامور. دائما الجيش الذي يكون متفرغ لمهامه يكون جيش احترافي. اما الجيش مثلا ديال الفقاقير اللي منغمسين في السياسه وفي الفساد وفي الانقلابات وما الى ذلك، ثم تشوفوا النتيجه. جيش لم يخد حربا في حياته، الحرب الوحيده هي عشرية السوداء.
على كل المتابعين الكرام، ما نطولش عليكم. حمامه إلى الجحيم، وغيره من يريد أن يجرب جحيم المنطقة العازلة فليتفضل. الدرون مجرد وسيلة من عدة وسائل نمتلكها ولا نتحدث، نخزنها لوقتها. على كل، وغدا الله ناظره لقريب متابعينا الكرام، وإن شاء الله ألقاكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.